يمكن دي رغبة الأندية السوية، ودي هدف الناس اللي بتتنافس داخل المستطيل الأخضر، والناس اللي عايزة تكسب بشرف وتكسب بطولات حلال داخل المستطيل الأخضر. في ناس تانية ضد ده، لازم يفرغ الإسماعيلي من نجومه، يجيب الـ يعني الزبد اللي في الإسماعيلي ياخدها عنده عشان يجيبوا له بطولات، ومش مهم الإسماعيلي، أفضي الإسماعيلي من نجومه وأعمل الإمبراطورية بتاعتي والأسطورية الزائفة بتاعتي وبطولاتي على حساب الأندية التانية. مدام كابتن جمال فتح ملف الاسماعيلي، ودول طبعا ولاد العم، وقناه نادي الزمالك دي من اول يوم طلعت فيه بفضل الله والحمد لله استضفنا كل الانديه، مصري واتحاد واسماعيلي واولمبي، واستضفنا كل الانديه، ترسانه، كل الانديه، لان دي قناه نادي الزمالك، ونادي الزمالك ده ونادي الوطنيه والكرامه، يبقى نادي كل الانديه الاخرى. احنا مش زي نفسنا، احنا لنا يعني اتجاهنا ولنا حبنا لكل الناس، بنروح نلعب في اسماعيليه عادي جدا، بنروح نلعب في بورسعيد واحنا مبسوطين جدا، بنخش كل محافظات مصر، بنتقابل بترحاب وبنتقابل بحب وبنتقابل بعلاقه وطيده جدا، غيرنا بيتحدف في الطوب، وغيرنا بيتهاجم، وغيرنا غير مرحب بيه في بلده، في محافظات في بلده. الاسماعيلي النهارده بيوجه رساله شكر لجماهيره ولاعبيه وجهازه الفني طبعا بقياده الزملكاوي الجميل احمد حسام ميدو. تقدم النادي الاسماعيلي بخالص الشكر والتقدير لجماهيره العريضه التي تثبت يوما بعد يوم بانها تحرك الصخر وفرس الرهان الرابح والداعم الأهم والأكبر للفريق، زي ما حضراتكم شايفين البيان على الشاشة، وفرس الرهان الرابح والداعم الأكبر للفريق من خلال حرصها على الحضور بشكل دائم ومكثف داخل الديار وخارجها من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وخروج الفريق من سلسلة التعثرات التي تعرض لها منذ بداية هذا الموسم. كما أشكر النادي الإسماعيلي اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو الذي يعمل في أجواء غاية في الصعوبة، إلا أنه تحمل المسؤولية بكل شجاعة واقتدار ونجح في تطوير الأداء ووضع الفريق في مساره الصحيح وبدء العودة لطريق الانتصارات رغم حجم الضغوطات الكبيرة الملقاة على عاتقه.